الطباعة باستخدام مادة التيتانيوم، أقصد هنا الطباعة ثلاثية الأبعاد، أصبح حقيقة في يومنا هذا. البداية كانت من شركة ليما كوربريت اللي اختصارها SPA، مع المستشفى التي تحتل الرقم واحد على مستوى الولايات الأمريكية اللي هي مستشفى HSS المتخصصة في الجراحات المعقدة والتخصصية. في سنة 2019 أعلنوا أنه قاموا بعمل نوع من الشراكة، وأعلنوا عن إقامة أول مركز متخصص يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء معقدة وصعبة تستخدم في العمليات الجراحية وفي العلاجات المعقدة. وخلال الأيام الماضية أعلنوا عن نجاحهم في طباعة ثلاثية الأبعاد لأول مفصل للركبة. واللقطات اللي تشاهدوها حاليا هذه هي مادة التيتانيوم بعد عملية الطباعة، ويمكن تشاهدون كيف أنه عملية النسيج أو الهيكل اللي تم طباعته، هذا العظم راح ينمو من خلاله ويتحولون إلى ما يشبه الكتلة الواحدة. والمشكلة الحقيقية كانت في مفصل الركبة، مع مرور الزمن يبدي مفصل الركبة ينفصل عن العظم. هم استخدموا تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج مفصل ركبة مع نسيج خاص يتم من خلاله التئام العظم مع هذا النسيج، ولهذا يثبت ويكون مقاوم على مدى السنوات ومختلف الظروف. والحقيقة هذه تعتبر فت خطوة وتقدم لكلا الطرفين، اللي هو مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي تطبع بمادة التيتانيوم، وعلى مستوى المستشفى اللي أصبحت قادرة على توفير علاج بمواصفات تقنية عالية جدا وطويل الأمد. شكرا جزيلا وفي أمان الله.